عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا على احسن ما يرام، وانتم كتشاهدوا اليوم هذا الفيديو. شكرا بزاف على التتبع ديالكم وعلى الدعم ديالكم. واللي هو كيشاهد هذا الفيديو باقي ما شاف القناه، مرحبا به معايا. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد البريوش اللي هو سهل في التحضير، بمكونات اللي موجوده في كل بيت، وما فيش بزاف ديال الزيوت، ولا بلا زبده بلا بيض ان شاء الله. ما نطولش عليكم، ندوزوا للمكونات اللي عندنا. عندي هنا 500 غرام ديال الطحين ابيض، انا غربلته، ما يعادل 5 كؤوس ديال العنبه عامرين. عندي نص كاس ديال السكر خشن ديال العنبه، عندي كاس ديال المدافي، عندي ياغورت طبيعي بلا سكر، زيت المائده، رشه ديال الملح، عندي كيس ديال لافاني 8 غرام، كيس ديال الخميره ديال الحلويات 8 غرام. هنا عندي خميره طريه غنستعمل 20 غرام، هذه فيها 25 غنستعمل منها 20 غرام، واصفر ديال الصفر البيض باش غادي ندهن البريوش ديالي. نبداو بسم الله على بركه الله. ناخذ في هذا الاناء، غندير السكر، غندير الخميره، كتعرفوا الخميره مع السكر كيتفاعلوا كيساعدوا العجينه كاع الخمائر المعجن والعجائن بصفه عامه باش يتفاعلوا. عشرين غرام يعني معلقه كبيره. وغندير هاد الماء ديال كاس ديال المدافي، ما يكونش سخون باش ما يقتلش ليا الخميره، وما يكونش بارد باش ما يبردهاش وتنعس، يعني تعطر ليا في الخميره وتقدر ما تخمنش ليا، خصوصا الا كان الجو بارد. الخطوة الأولى غنخلط فيها الخميرة والسكر وهاد المدافي، مع تلت المعالق ديال الطحين، طريقه سهله بسيطه بالنسبه للانسان اللي بغى يعرف شنو كياكل باش كيعطي وليداتو، خصوصا حنا الناس هنا في الخارج صراحه كنلقاو مشكل مع هاد المواد الجاهزه، كرواسه اكثر كيكون فيهم شحوم ديال الخنزير. هذه فرصه للاخوات ما يعكزوش وبقاو يصايبوا شي حاجه لولاداتهم في الدار، يدو معاهم المدرسة، الفطور، الكوتي، حتى الكبار. صافي أنا خلطتو، نسد عليه، نخليه يرتاح واحد 10 دقايق تنشوف المكونات ديالي تفاعلو وطلعو، ساعة نرجعو نكملو المراحل اللي باقية. رجعنا باش نكملو، هو المكونات اللي درنا في الأول تفاعلات، شفتو كيفاش تضاعف الحجم ديالها، هكا كتساعدنا العجينة ديالنا دغيا تخمر. ندير الكيس ديال اليوغورت، هذا شو درتو بلا سكر، بهاد الحالة كيعوضنا على البيض وعلى الزبدة، وكيجي البريوش ديالنا هشيش، وفي مكونات كتساعد على الخميرة، يعني تقريبا بحالو بحال اللبن. ندير كيس ديال لافاني، انا غندير واحد ديال 7 غرام ولا 8 غرام، اللي كيعجبو يكون المذاق مجهد على حساب الذوق ديال كل واحد، يدير جوج الاكياس.
الكاس ديال الياغورت غادي نعمر الزيت النباتيه صافي. كنخلط هاد العناصر هما الاولين حتى كيتجانسوا ولي عندنا واحد الخليط ابيض. هاد البراوش ان شاء الله ما غنحتاجو فيه لا دليك لا حتى شي حاجه، باش خلينا كلشي يتفاعل في الاول مزيان والطحين ديالنا نغربلوه. شفتوا الخليط كيفاش كيولي، ما فيه لا حبيبات لا حتى شي حاجه. هداك السكر كيساعد على الخميره باش تفاعل مزيان. ضيف الملعقه ديال الطحين اللي ضفت كيزيدو يخترو الخميره مع السكر في الاول. انا عدي الطحين هنا مغربل، ما غاديش ندير الكوح حيت الطحين مغربل، ما نحتاجش ندلكو. غنخلط غير شويه وغادي نكمل بايدي. اللي بغى يدير في العجينه حتى هي ممكن، انا اليوم غنعجنوها بايدي. وحتى الماء كتافي تغوي داك الكاس، والكاس ديال الياغورت والزيت انا دو كافين باش يجمعوا لنا العجينه. والطحين كيبقى على حساب على حسب النوعيه ديال الطحين. انا غندير خمسة الكيسان، انا درتهم غنشوف واش غيهز لي خمسة ولا اقل. دابا انا غنكمل بايدي. باش ما يلصقش لينا نفزقو شويه عندنا بالزيت. صافي نبداو نخدمو العجينة. ندير كيزاية ديال الخميرة 8 غرام، صافي. وانا كنخلط ما درتش الطحين كامل في مره واحده باش ما يغلبش عليا. الطريقه كتبقى سهله بسيطه خصوصا بالنسبه للمبتدئات. حتى المكونات ديالنا ديالها موجودين عندنا في الدار، يعني ما نعجزوش باش نصايبوا شي حاجه. خليناش نعجزوا ولا باش نخرجوا نتسخروا ولا كتشوفوا بديك معايا باش كتجمع العجينه ديالنا شويه. وندير دي شويه ديال الزيت باش ما يلصقش. كمل الطحين ديالي ها هو كيف كتشوفوا، خمسة الكيسان نديرها كامله. هنا نضيف رشة ديال الملحه، مديرهاش في الاول باش متكثرش لي داك الجهد ديال الخميره، تخليها ليا تفاعل. صافي كون كملت كنجمع العجينه. هاك دابا كنجمع غير الطحين، الا كان الطحين مغربل غير كنجمعو صافي، ما نحتاج من لا دليك لا والو. ها كيفاش كتشوفوا في الرطبه،
صافي العجينه ديالي غير جمعتها كيف كتشوفوا ما دلكتها ما حتى شي حاجه كيف كتشوفوا شتي غير مدلوكه ما والو. صافي غادي نجمعها ندهن شويه بالزيت هكا من الفوق يعني دار كراسه بوحدها. صافي نغطيها ونخليها تخمر. الا كنت زربانه اولا الجو بارد نسخن الفرن على 40 درجه ونطفيه تيسخن ونطفيه ونحطها فيه شويه ونحطها شويه 10 دقائق ولا 5 دقائق عاد نخرج ندفيها يعني تاخذ على الحراره وندفيها ندفيها مزيان باش ما تخسرش لي عاود العجينه وتهرس تخمر العجينه ان شاء الله ونطلق. العجينه ديالنا هي خمرات كما كتشوفوا الضعف الحجم ديالها شفتوا كيفاش كتجي. خرجنا هاد الهواء مزيان صافي رش البصل في غادي نسرحها بالطحين شويه باش ما تلصقش ليا على يدي ولا على على جوج نخرج من المجموع 12 قطعة شو معي كيفاش متلوقة صافي نوجدهم انا غنعمرهم بالشوكولاط الحشوه كتبقى اختياريه كل واحد اللي عنده موجود في الدار شتي ما كيلصقو ما والو خا نحط وحده فوق وحده انا غنستفهم في هذا المول ديال الكيكه انا غنديرو مشروكين انا سبق لي دهنتو بالزيت والطحين صافي نخدمهم على هذا الشكل دوم الشوكولاط ديال نعمرهم بالشوكولاط ديال باش كندهنو كنحاول الشوكولاط يبقى ليا الوسط وصافي انا غنديرهم في هذا المول حيت ما غاديش الوادي ما قارينش عندنا عطله ما غاديش يديو من المدرسه باش كل واحد يدي وحده داكشي علاش غنديرهم على هذا الشكل هذا في المول ممكن نديرهم في اللاطه كويرات نزيد وحده اخرى نزيد العجينه مزيان كيفاش كيجيو العجينه رطبه يعني ما داتش خدتش معايا خدات معني مجهود بزاف ولا كنديروا الشوكولاط قطع اللي كان عندنا حتى هوايه
صافي كنستمر. حتى كنكمل. صافي كنستفهم على هذا الشكل، ولا بغيت نديرهم في لاطا مكورين على حساب اللي بغيت. هنا عندي صفر ديال البيضه، درت مع قطره ديال الخل، قطره ديال الحليب، غندهنوا دابا باش ملي يخمر نخليه يخمر عاود باش ما نقيسوش يتفش ليا. بريوش ديالي بقى هو هذاك منفوخ، داكشي فضلت ندهنوا دابا. هاد المره الثانيه ما كيتعطلش بزاف الخميره، كما قلت لكم اللي خفتوا على يتعطل الفران شعلوه تيسخن على درجه حراره 40. صافي نطفي عليه ونخلوه صافي. الزواق على حساب اللي عندنا في الدار اللي موجود. انا غندير دابا هادي الزنجلان، هادي الزنجلان واللوز عندي ايفيلي، يعني هادي موجودين في الدار. اللي عنده حبه حلاوه، اللي عنده اي نوع ديال الزرارع، حبه البركه هي ممكن نزوقو بها. نخليه بلا زواق، ممكن نخليه. انا كيف شفتو معايا ما درتش فيه بزاف تاع السكر حيت اش عمرته به الشوكولاته، وما كيعجبني السكر بزاف صراحه. صافي غادي نديرو باللوز. صافي نغطيه ونخليه يعاود يخمر تيطلع مزيان. ديك الساعة نرجعو نشوفو كيفاش ولا. العجينة ديالنا هي خمرات المرة الثانية. نشعل الفرن على 180 درجة الفوق والتحت، كتعطلش ربع ساعة 20 دقيقة كتكون طابت. نديروها طيب ديك الساعة ونرجع نشوفو الشكل النهائي ديالها. هو البريوش ديالي ملي وجد متعطلش معايا تقريبا 20 دقيقة ما كاملاش. دهنتو بالسيروم لي صايبس ديال السكر والماء اللي بغا يدهنو، ورشيتو بالسكر كلاص. كتشوفو معايا كيفاش كيجي قطني، اللون ديالو ذهبي. نقطعو نشوفو، شفتو شو كيفاش بحال القطن. وصفة سهلة وسريعة.
العجينة ديالو ساهلة، شفتوا كيفاش كيجي؟ كنتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفة ديال اليوم اللي قاسمت معاكم، استفدتوا معايا. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والبارتاج، وشاركوا الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء، وشكرا على الدعم ديالكم المتواصل. نتلقاو في فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.